عم الماحي عم الماحي عم الماحي عم الماحي عم الماحي عم الماحي حيقول لكم كلام في الصبي. نعم نعم التزوزي بيك في زقاق ضيق، ما عرفتني؟ ما عرفتك. معاشي متقاعد من زمان لكن كفاءات. هاك شوف واك. شنو يا خال؟ ده ملفي وخبراتي المتراكمة، داير اشتغل معاكم هني. بس ما عندنا وظائف. عندكم وما لاقي ليها ناس، لدرجة كل يوم بينشروا صور لناس سمحين في الفيسبوك، بعد شوية يقولوا ما دارينهم والله يطلعوا إشاعة. والله البلد دي مليانة كفاءات، ما أقول لحد هسي ما لقيته سعيد الحظ. يا خال انت بالضبط عايز شنو؟ انا داير اشتغل وزير. وزير مره واحده كده؟ ايوه، وبأنس في نفسي الكفاءه، وما عايز منكم لا مرتب ولا مخصصات، كفايه علي معاشي لكن بشرط، عاوز كاش. انا خايف الفتره تنقضي تجي الانتخابات وانتم مقضينها مخصصات ومخصصات. يا اخوي انا براي بمسك لكم الوزارات كلها. أنا كثرت ما ركبت مواصلات بقيت حافظ أسامي السواقين والكماثرة. يا أخي مسكوني النقل والمواصلات، والله أرجع لكم زي من الزمن الجميل، وأرجع أكشاك المراقبة ووحدة تعريفة، وأحل لك أزمة المواصلات دي نهائيا. أنت بس ما عارف. أنا عارف كل حاجة يا ولدي، أنا عشت كثير وعصرت زمن التعليم مجاني وفيه ساردين وطحنية. مسكوني التعليم برفع لكم رواتب المعلمين وببقي القراية مجان، وبعمل وجبة في المدارس الطرفية. عين عين انت ده هسي انت عاجبك غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وجشع التجار ده؟ ادوني التموين برجع لكم اي شيء زي ما كان، وببقي الأسعار ثابتة وبراغب الجودة كمان. والله يا ادوني الصحة، العلاج بيبقى مجان والمستشفيات تبقى سمحة ونظيفة وتفتح النفس. الو، حيكون في مؤتمر صحفي بعد قليل لإعلان الحكومة. طيب يعني خلاص فرجت، ما في تأخير ولا محاصصات. عموما أنا قاعد برا في كنبة الاحتياط، لو أي وزير غاب ولا اعتذر أنا موجود. هوي ما تشوفني كدي عمك تكنوقراط قديم. طيبة لحياة طيبة.